رمضان وخلص نحسس رمضان ايش يعمل؟ ايش بحثي وقل لي شنو تحب تتكلم شنو تحب تعمل؟ عاود عاود محسس عاود محسس كنت تحسس تحسس رمضان؟ اي حس تغسل معه ولا يغسل معه ويغسل الصابون كيفاش؟ انا الريكسيون تاعها وقت زيد بنتي تعمل بيبي ولا كاكا حاشيك يا امراه كل فيك بربش تفرج مسلسل في تو تو تمشي تفرج مسلسل تو تو اسمع نب عليك ها راه طيب لك كاس تاي وطيب لك قهوه تو هذا تحشش رمضان اي ذيك حشيش رمضان خير دي ما عازكو جاي في سيد رمضان يقول لي وينو العشي وينو القنفطر هو دي ما عازكو يفطر الصباح نرش عليها ما شان في ريحة دخان هيبكم ترضاو علاش متعركين خليه يفطر ليه حرام رمضان اذا هو شهر شهر لازمك معناها لازمك تمشي تخرج لبرا وتعمل قهوة وسيجارة قالك انت اللي فاطر فما ظروف 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 علاش تفطر في شهر سيدي رمضان ودي فيسا ما صدقت عاد انت فيسا ما صدقت مو ديما كلام نسيت صدقوه معني حتى في المحكمة ولا حتى في اي بلاصة ديما المرأة مبجلة ديما هي الصادقة هي المظلومة هي المسكينة هي اللي عاملين فيها وياها معني خاتلك فاتر ديريكت معني هذي تهمة اش بك تفتر معني صدقت انت طو معقول هكا تسمع هذي تشويه سمعة هذي تشويه سمعة معني انا نفتر في بالك انت توا تحكي معايا تحكي معايا بالفاسون هذا لما تعرفش انت القانون شنو يقول لك يعيشك يقول لك يعيشك ما تحكيش معايا بالفاسون هذا بي بالفاسون هذا وهذا اللي تحكي عليه هذا هذا اللي عمل لك الدار هذه كان مش من هذا ما تعملش الدار هذه شديت لي على الدار 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 يا خويا الدار الدار برهزها من الاول تقول لي ما تسكنش مع امك يا خويا هاني مشيت عملت شيكات ورانت روحي وقروض عملت لك الدار هذه علاش ما خوني يا باي علاش ما خوني ترا ما ياخذك مش تبلعني اي نبلعك وزيد نبلعك مادام ما خوني سامحني انت كان سكنت مع امي مشكله هي هاي تخرج تحت النصحنا نتاعي والمغارف نتاعي وكل شيء نتاعي زهزي هذيك ماماتش اللي اسكي شويه ما شنو زيزك وانت ما تغش وزير للصحنه نتاعها يا هي بنتي راهي مرا كبيره وصى بها لك معاها هاي نرجع للدار يا بنتي راه مش تاخذ الحبس يرحم والديك يا خويا انت خذيتني خذيتني انت قدمت وجيتني وخذيتني من عند بابا وماما اعرف اللي شنو قادم فهمت اش تبكي قلت لي اسكت توني اخذك هنا خذيتك مع بابا وماما يسي حبايك اسمه بشير ما عيطولوش بابا راه لي بابا بشير هو ما قولي بابا بشير كيفاش بابا عايشك. اسمه بشير اي نورمال بابا بابا بشير بابا سايم ولي بابا سايم اي بابا يصلي ويمشي للجامع ويعمل الصلاة وبين صلوات الخمسة متاعو اما انت واحد فاسد نسيبي الحق جاي طلع عليا جاب لي قفة كبيرة معبية بالخبز ومن فوقها كالكيلو والبرقدين عرفتو كالانزاص اليابس احمد ربي خاطرك انت واحد جيعان وعلاش بوها انا بابا كيجي يجيب الجيك والحم ويجيب الخضره ويجيب الدنيا والعالم الكل بوها كيجي يجيب قفه كبيره فيها الخبز بيت باش نعطيهم يقول لي هذا نتاع تاع الدجاج خاطر يعرفني انا مغروم بالدجاج نحب تربيه الحيوانات والماشي والحكايات هذيا ومن فوق يعبيها برودان علاش باش الجيران يقولوا والله بوها الحق معيشها في خير ومصلي على النبي وجانا نسيبو انت نهار كامل تحكي على بابا يا محفاد سقيك باش تاخذ بنتها بابا راه ما جي بابا ربي اسمه بشير بابا جي على قيس جي على راشد راشد سي راشد سي قيس بشير شبي اسم بشير عربي ما جيش بابا شبي تشوف فيه انت نور مهندة اي بابا وين تسكن انت نسكن هنا في داري يشريه لك يشريه لي الدخفة هذا ام بالله هنا دخفة بنت بابا وزيد قولي لبنت ماما 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 شكون تغني لها انت قبل قبل ما يخذر بعد ما يخذر قبل ما يخذر قبل ما يخذر مريومتي الغالية غني لها يلا مريوم خرجت الطل مريومة خرجت الطل خرجت الطل ضحكت لي سلبت العقل ها مريومة والله نحبها ولا غير بركه هي راه اسمع ما فيها ما يحبها راني مين راني نحبها راه لا سامحني نقصد معناها يا غلطة عمري غلطة عمري غني له غلطة عمري غلطة عمري على ناس ما تستاهل ضيعت عمري اي وغلطة عمري
تفزل فما ربي يا بدي يا بالعيب فما ربي زيد وعبي عبي لفابو بالمعون زيد وعبي. شوف خريطو لفابو ذاك خريطو المعون ذاك وفارق وقول ملا راحة اخسر وفارق وقول ملا راحة. انا هاك مش تسمع كلامك. اذا انت شبيك قاعد ورايا قاعد ورايا وتقعد ما تغسلش المعونين عامله البيديكور ومينيكور وانا اقول ما تغسلش المعونين اللي قالوا لي تقعد دو جور هكاك هو يغسل المعونه يسالش مش بيك الراجل يعاون المراه تغسلها المعون بصراحه يعني بصراحه مو برنامج هذا مو بلا قناعة بصراحه يا خويا والله لا يفضحنا لا محاله اما بالستره معناها بيناتنا مش البرة خاطر من البرة معناها هي لهنا نغسل معه ساعة ساعة ننظف الغابرة هكا كيما شنو تونون كي تبدا تغسل معه لكن نونون نبدا نغني معناها تغني حبيبي شنو يغني لك؟ يبدا شد المعونة كي يقول لي حبيبي قرب بوسي وبوسي بوس زعلان ازعل نصي ونصي يبدا يعمل ياك في حويجبو احليها راجلي وقت يبدا يغسل المعونة يفتق امبوزينو الحمد لله خاطر معاون فيك ميسير الشيخ يوم علاش يتعقدوا من مراه وراجل يعاونوا بعضهم لا طلع البدر علينا اصلا بنساء خيرا دونك يلزمني خويا يا عزيزي يا ربي يلزمني اما هذا ما يمنعش لي انا راهو كثرت عليا حق فضلك انا راني السيد في الدار كي نزرع هامرا اما ديني مش اصلا مش مرتك جمله واحده معناها تتغشش المراه نتاعك تحيل المراه نتاعك تبيعها وما عنديش منك عشره هي وعندي غير انت يا مهما يسرى واش يسرى ما نسمح في عيني يا الناس قاز الناس قاز يا شريف حرمان الحق هذاك تبصر والله هذا الكواليس قبل التصوير حابين نعملوا تفليكه نديها لكم وشكرا الفنانة نور فريق برنامج بلا قناع شهر رمضانكم مبروك